اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بالمناسبة ترى أعظم دعاء عند أهل العلم في الكتاب والسنة هو اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله. وفي القرآن يعني هو لفظه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء لا تنساه دائما، خله معك لأنه يصلح للدنيا وللآخرة وصلاح المال. بس نقدر نعرف المشاهدين ما هي آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ما هي حسنة الدنيا وحسنة حسنة الآخرة؟ فسرها العلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال العلماء اللهم آتنا في الدنيا حسنة جعلها مفردة نكرة لتشمل جميع الرزق الحلال، الذرية الطيبة، الصحة، العافية، المجد الدنيوي الذي في ذكر حسن، يعني الأثر الطيب، حسن الخلق، كلها تدخل في حسنة الدنيا. كل شيء جميل في حسنة الدنيا. لأن حتى ندعي ونعرف ها؟ يا سلام نعم. حسنة الآخرة الجنة، رضوانه الباري سبحانه وتعالى، جواره في الفردوس الأعلى. فهذا الحديث شامل لكل الأدعية، ولا تتركه هذا وكرره ثلاثا دائما، لأنه يدفع عنك البأساء ويجلب لك النعماء بإذن الله، وهو شامل للدنيا وللآخرة. ثم إنه في القرآن وفي كلامه عليه الصلاة والسلام. فجزء شكرا لأخي لأن ذكرنا بهذا الحديث، لأنه هو رأس، هو تاج الأدعية، مثل ما قلنا تاج الأذكار، لا إله إلا الله ولا شريك له الملك والحمد لله كل شيء قدير. الحمد لله في هذه الحلقة الله ذكرني وإياك تاج الأذكار، لا إله إلا الله ولا شريك له الملك والحمد لله كل شيء قدير، تاج الأدعية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تاج التسبيح سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته ثلاثة، يا سلام. تاج الاستغفار، تاج الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك من نعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هل تجد دلالة أن قنا عذاب النار هو إذا أخذ حسنة الآخرة بالتأكيد لن يذهب إلى النار؟ لا تأكيدا، لأنه بعض الموحدين يدخل النار ثم يدخل الجنة، فهنا قطع على نفسي يا ربي لا أتعرض للنار أبدا، نعم. وأنا عاصي لكن مباشرة أبغى فوري دغري على الجنة. يا سلام، الله يرزقنا وإياك الله ومن يشاهدنا الله يحرمنا وإياك والمشاهدين والمسلمين والمسلمات الحي منهم والأموات في نار جهنم. اللهم